بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم، أقدم إليكم اليوم محاضرة رقم 13 لمادة تقنية السيطرة المصادف ليوم الأحد بتاريخ 3/5/2020. طبعا أخذنا بالمحاضرات السابقة طرق نقل الإشارة وقسمناها حسب التقنية اللي تنقل بها الإشارة إلى conventional أو classic أو الطرق القديمة اللي إحنا متعارفة أخذته بالمختبر من 24 ملي امبير، وهي طريقة الاعتماد على التيار أو طريقة نقل الإشارة باستخدام الأنالوج يعني. والطريقة الثانية الحديثة المودرن اللي الآن تستخدم بكثرة في القطاع النفطي هي طريقة الفيلد باس فاونديشن H1، يعني خلينا نقول اللي هي يونيفرسال أو شائعة الاستخدام الآن. الفيلد باس اللي هي تنقل الإشارة على شكل ديجيتال 0-1، وعرفنا الفرق والمزايا والأدفانتج مع الطريقة الحديثة عن الطريقة السابقة القديمة. كذلك هناك تقنية أخرى تدمج ما بين الأنالوج والديجيتال بما يعرف بالهارت. إذا تذكرون قلنا يحملون إشارات الديجيتال باستخدام طريقة FSK Modulation على الأنالوج وينقلون الإشارة ويسوون الإشارة أو الكيبل باي دايركشنال، يعني المرسلة تأخذ وتعطي من الكنترول روم، مو بس تقيس الإشارة وتسوي ترانسميتنج أو ترانسميتر تزهى للكنترول روم، ولكن أيضا بإمكانها حسب الهارت أنه تستقبل الدياغنوستيك سيجنال أو المعلومات أو الدياغنوستيك أو الدياغنال من الكنترول أو الأوبريشن الموجود بالكنترول روم. اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة راح ندخل بعمق انديب في عملية معرفة مكونات الفيلد باس فاونديشن أو الفيلد باس. الفيلد باس يعني إحنا ما نقدر نترجمها اللغة العربية، الفيلد هي حقل والباس هو نقل. فالفيلد باس نتورك، يعني أنت افهمها اصطلاحا بالإنجليزي أحسن، الفيلد باس نتورك اللي هي شبكة أو مجموعة شبكة من الكيبلات والوايرات اللي تربط الأجهزة المرسلات او الفيلد ديفايسز الموجوده بالحقل مع الكنترول روم، طبعا مع بعضها مع الكنترول روم، حتى شنو يصير نقل اشاره فيما بينها من جهه وبينها وبين الكنترول روم من جهه اخرى. اذا هذا التعريف والشكل جدا مهم، هذا اخواني الطلبه التعريف جدا مهم. الفيلد باس is a process control network used، هي شبكه لنقل البيانات for interconnecting sensors, actuators and control devices to one another، يعني فيما بين احنا نريد الفيلد باس هو ربط المرسلات، لاحظ ربط المرسلات والأجهزة الفالفات الترانسميتر السناسر إلى آخره مع بعضها ومع بعضها من جهة مع الكنترول روم عن طريق الكونفيجريشن عندنا. يقول لك أكمل تايب النوع الشائع للفيلد باس كونفيجريشن، طبعا اكو اكثر من كونفيجريشن ستار كذا، لا احنا ما نقدر ندخل بهم لانه ذني ادفانس ياخذون جماعه الكوميونيكيشن وجماعه الكمبيوتر انجينيرنج، يعني جماعه الحاسبات والاتصالات، هذا يخرج عن منهجنا فيما يخص ماده تقنيه السيطره. اذا الكومن تايب of field bus configuration is shown below، هذا هو الربط او الكونفيجريشن الشائع او المتعارف عليه لربط المرسلات بالكنترول. نلاحظ هذا طبعا ايضا الفيجر جدا مهم للحفظ، راح نعرف كل كومبوننت هاي المحتويات، يعني اقول لك مثلا عرف لي الفيلد باس وما هي الكومبوننت مالته، فتعرف لي هذا السطر سطر ونص وترسم الرسم وتكتب رقم 1 يتكون من الكنترولر او الكنترول روم، باور سبلاي رقم 2، الفيلد ديفايس هذني اجهزة النيفالفات صحيح مرسلات زين، وتيرمينال التيرمينال راح نجي نعرف شنو التيرمينال وشنو فايدته، وايضا الكيبل الترانك كيبل او الهوم ران كيبل اللي هو يربط بين الكنترول روم من جهه والفيلد من جهه اخرى، يجوز طوله 1 كيلومتر 500 متر 250 متر إلى آخر حسب بعد الأجهزة الحقلية الموجودة بالسايد عن الكنترول، وأيضا باور سبلاي والسي هو رمز الكونديشنال
واضح؟ الباور سبلاي كونديشن. راح نجي نعرف وظائف كل وحده خصوصا التيرمينال والكونديشن. طبعا هذا الكيبل اذا تلاحظ عزيز الطالب هذا الكيبل هو مو هيك شكله، هو عباره عن شنو؟ تويست بير. الكيبل اللي ينقل الطاقه او الباور او الدي سي باور من الكنترول روم للاجهزه، يعني تعرف انه الاجهزه لازم تشتغل تحتاج الى باور على اقل تقدير 9 فولت او 12 فولت على سبيل المثال، بس على اقل تقدير الحد الادنى لازم الفولتيه الواصله للمرسلات وللفالفات اللي تشتغل على الكهرباء 9 فولت. وبالتالي احتاج كيبل اللي هو هذا اسمه هوم ران كيبل او ترام كيبل في بعض المصادر او بعض الداتا شيت. هذا الهوم، هذا الكيبل اللي هو يغذي المرسلات عن يعني عن بعد من الكنترول روم ان من الفيلد ديفايس. مو بس ينقل الباور، ايضا ينقل الاشارات باي دايركشنال من المرسلات عن طريق ان من الكنترول روم، والعكس صحيح. ممكن من الكنترول روم عمليه فد كونفيجريشن او عمليه دايجنوستيك مع المرسلات ايضا من الكنترول ايضا للمرسلات. فاذا هذا وظيفه الكيبل. اذا تلاحظ الكيبل، هذا الكيبل او الهوم ران كيبل او التران كيبل حسب الاصطلاح مالته تسميتين، هذا ينقل الباور الطاقه حتى تشتغل المرسلات، يعني ينقل الفولتيه وكذلك ينقل الاشارات في ان واحد. واضح؟ يسمونه تويست بير كيبل. شنو تويست بير كيبل؟ راح نشوف الان بالصور التاليه. نجي شوية ناخذ مقدمة أو تعريف سريع لأنواع الكيبلات المستخدمة في عملية نقل الإشارات. طبعا عندنا ثلاث أنواع رئيسية لنقل الإشارات، طبعا مو بس بالفيلد ديفايس أو مو بس بالقطاع النفط أو البروسيس كنترول لا، أو البروسيس نتوركينج لا، أيضا في المجالات الأخرى نقل عمليات ساعات النت أو البايتات مالت النت، عملية نقل الانفورميشن، عمليه نقل الداتا او البيانات من مؤسسه الى مؤسسه، اي اشاره اريد انقلها. ثلاث انواع اساسيه، هو الفايبر اوبتكس اللي هو الان مستخدم ودخل في الانترنت، هذا هو الفايبر اوبتكس، هذا هو الشكل مالته. التويست بير، هذا التويست بير، التويست بير هو اشبه بكيبل النت، هو نفس التويست بير. شايفين كيبل اللان او الكيبل اللي يربط بالراوتر اللي سابقا كان يجي من نانو، زين. فهو يتكون من ثمانيه وايرز، يعني 1 2 3 4 8 تويست بير، كل وايرين مربوطات بهالطريقه. هذا الازرق والابيض يسمونه تويست بير، هذا الازرق. الاخضر والابيض يسمونه تويست بير، هذا البرتقالي والابيض، وايضا الرصاصي او الاسود والابيض. على سبيل المثال خلينا نشرح الازرق والابيض او السمائي والابيض، هذا يسمونه تويست بير. جت لاحظ شلون هو وايرين، يعني بير وايرين، واضح، واحد موجب واحد سالب على سبيل المثال، ملفوفات تويست بير، ملفوفات يعني الوايرات الثنائيه الملفوفات، يعني ملفوفات الازرق والابيض حول نفسهم. طبعا هذا له فائده انه هو شنو؟ يقلل النويز، واضح؟ فهذا هو الوايرين يسمونه تويست، مو كل هذا تويست بير لا، فقط هذا الواير الازرق مع الابيض يسمونه تويست بير، هذا النموذج. طبعا اكو نوع ثالث هو الكوكساير، احنا يخرج خارج نطاق المنهج مالتنا، وفي حين ان شاء الله اذا صار عندنا وقت نشرح بالتفصيل، بس هو خارج نطاق المنهج. لذلك احنا نتقيد انه نقول التويست بير المستخدم في القطاع النفطي او في الفيلد باس نتوركينج هو هذا. هذا بشكل عام، هذا كيبل طبعا مال لان مال نت. احنا نريد نشوف الكيبل الحقيقي فعلا هو مال القطاع النفطي. لاحظ هذا هو الكيبل، قلنا هذا الكيبل انه هو تويست بير. تلاحظ انه الازرق والابيض شلون معقوفات او ملتفات مع بعض، فهذا الوايرين فقط يسمونه تويست بير، واضح. هذا هو الكيبل نموذج او بروتوتايب للكيبل المستخدم في القطاع النفطي او الفيلد باس نتوركينج، هذا هو الانتريج. هذا تلاحظ انه بشيرت درع وجاكيت ويعني كفر مالته، هذا تويست بير، وايرين موجب سالب، الاورنج البرتقالي هو الموجب 24 فولت، وهذا الازرق هو السالب او الجراوند، واضح. ومرتبطات وملتفات حول بعض. هذا الشكل، هذا طبعا مقطع مصخر للكيبل اللي سميناه هوم
مو صحيح؟ او الترام كيبل، واضح؟ اللي هو هذا الشكل الهوم ران كيبل. اذا تلاحظ انه جاي لك هذا الواير الفوق والواير الجوه ملتفات على شكل تويست بير الى ان يوصل للفيلد ديفايسز، واضح؟ نجي شنو وظيفة التيرمينال؟ طبعا اكو ربط ثاني ممكن تربط هذا الكونفيجريشن الاول، الكونفيجريشن الثاني هو ربط النتوءات او ربط السبيرس، هذا ربط النتوءات وربط السبيرس، يعني تو كونفيجريشن ممكن تربط المرسلات على شكل، انت مثلا عندك بالطريق بمنتصف المسافة عندك تحتاج مرسلة تربط، وبعدين تكمل الكيبل تربط البقية، يعني تقطعها على شكل سيجمنت، واضح؟ مو مثل ما اخذنا بالكونفيجريشن الاول، الكونفيجريشن الاول تلاحظ انه الكنترول روم والباور سبلاي مالته يدز ورا مسافة يربط المرسلات كلهن بالفيلد بالتيرمينال او الجكشن بوكس على شكل تشيكن فوت، رجل الدجاج هم يسمونه، تلاحظ يعني انه هنا اشبه بمقطع اوفر فيو انه اشبه بشكل الدجاجة، يسمونه تشيكن فوت هم كاصطلاح. هذا الكونفيجريشن انه تربط كل المرسلات في مكان واحد بجكشن بوكس وسوي الانترمينال. الكونفيجريشن الثاني واضح اللي هو اشبه بال تشين رول او عفوا عملية السلسلة، فد مسافة يربط له مرسلة، مسافة معينة يربط له مرسلة ثانية، انه بالكيبل ورا مسافة يربط له مرسلة ثالثة، وبعدين يطق الترمينال يسوي له ترمينال، واضح؟ هذا الكونفيجريشن الثاني ايضا للحفظ، واضح؟ يسمونه طبعا السبير هنا هو النتوء او الشوكه، يعني تلاحظ انه كيبل مشى كنك له مرسل هنا، سوى له جنكشن مرسله، واضح؟ وهنا قد تبعد ايضا مسافه معينه، ورا مسافه مشى الكيبل ايضا احتاج مرسله على بايب على كيبل على خزان عفوا على تانكي معين يربط له ايضا مرسله، ورا مسافه يمشي الكيبل الهوم ران كيبل او التران كيبل التويست بير كيبل واحتاج ايضا مرسله او فال في مكان معين اخر، فايضا يربط يضطر يربط له ويودي له يسلك له بهذا الفالف هوم ران كيبل او وايرين حتى يشتغل، واضح؟ فاذا تو كونفيجريشن لازم نحفظهم بصوره صحيحه ودقيقه. نجي الان وظيفه التيرمينال الموجود في بدايه الكيبل وفي نهايه الكيبل، الترانك كيبل او الهوم ران كيبل، واضح؟ التويست بير كيبل، الكيبل الرئيسي اللي ينقل الباور. شنو وظيفة التيرمينال؟ التيرمينال الكيبل إذا صار به قطع مثل أندر جراوند أو في مكان معين، صار به قطع شورت سيركت، صار به مثلا قطع معين، يصير ريفلكشن بالإشارة. أنتم تعرفون أنه المرسلات راح تدز إشارة باي دايركشن رايحة جاية. فأي قطع أو ديسكونكت يصير قطع به شورت على سبيل المثال، واضح؟ فيصير ريفلكشن بالاشاره، ريفلكشن وين يرجع؟ يعني انعكاس ارتداد، يرجع الارتداد الى الكنترول روم، وبالتالي الاشاره الجايه يصير بها نويز، يعني ما اعرفها شنو هي، واضح؟ اشبه بالتشويش، فنحتاج نربط تيرمينال نهايه الطرف مالت الكيبل كلش نهايه الطرف وبدايته من جهه الباور سبلاي، اللي هو عباره عن مقاومه ومتسعه، هسه ليش مقاومه؟ مقاومه على مود الريفلكشن. بس اذا ربطنا المقاومه فقط، راح يسبب لنا مشكله، المقاومه ايضا راح تسوي ابزورب او تمتص من الباور الجايه من الكيبل، وبالتالي احتاج اربطها على التوالي متسعه، مثل ما تعرفون انه المتسعه الدوائر الدي سي اوبن، واضح؟ المتسعه اذا تذكرون العام شرحنا لكم المتسعه في دوائر الدي سي اوبن سيركت ما عدا الترانزيت، ها يعني خليها في بالك. فالاوبن سيركت المتسعه بها فائده هنا، انه سوي بلوك للباور سبلاي او للدي سي باور جاي فيه، وبالتالي فقط تعبر السيجنال، واضح؟ تعبر فقط السيجنال وما تخلي المقاومه تمتص الباور اللي جاي من الكيبل، وتقوم ايضا عمل منع الريفلكشن بسبب الديسكونتينيتي او عفوا بسبب الديسكونكت وبسبب اذا صار شورت سيركت على سبيل المثال او ايضا نجي للباور، الباور كونديشنينج، الباور كونديشنينج هذا الشكل مالته، واضح؟ الباور كونديشنينج يقول لك انت هسه المرسلات مثل ما عرفنا، المرسلات ايضا تدز اشاره على شكل فولتيه مثل ما راح نشوف،
فمن ندز الاشاره الكنترول روم عن طريق نفس الكيبل والباور سبلاي حسب الشكل او الكونفيجريشن اللي ربطناه، هو مرتبط مع المنظومه ككل. بالتالي هو باور سبلاي اذا يدز 24 فولت على سبيل المثال، واكو اشارات ثانويه اضافيه ترى يمتصل الباور سبلاي، وبالتالي اذا يمتصل راح يسوي لنا مشكله في عمليه نقل الاشاره ويصير لوسس معين اوبزرفز. واضح؟ فنضطر نخلي ويا الباور سبلاي على التوالي 50 اوم مقاومه ومحاثه ايضا بريفنت تمنع دخول الاشاره، يعني اشبه بالدايود. واضح؟ يعني ما تخلي، يعني تخلي هاي المحاثه، تخلي الباور سبلاي، هاي المحاثه تخلي الباور سبلاي يعطي فقط ال 24 فولت وما يستقبل الاشارات المتولده من المرسلات. واضح؟ هو من الفيلد ديفايس. بس هنا راح تظهر لي مشكله ثانيه، اذا خلينا بس المحاثه على سبيل المثال على التوالي والباور سبلاي راح يصير اشبه بدائره رنين، ممكن يصير دائره رنين اذا مثل ما اخذتوها. دائره الرنين هي عباره عن مقاومه ومحاثه متسعه، مو صحيح؟ لانه احنا عندنا بالترمينال متسعه وشنو؟ و مقاومة، وبالتالي حتى نمنع دائرة الرنين نضيف مقاومة بحسابات بسيطة حتى نمنع دائرة الرنين، وبالتالي إذا نربط مقاومة على التوالي وين المحاثة على الكل على التوالي وين مصدر الباور سبلاي المجهز للمرسلات وللترام كيبل. هذا هو شكل التوست بير، احنا اخذناه صورة حقيقية بس لا بأس انه نعرج عليه مرة أخرى، نقول شوف هذا الكيبل، هذا الشيلد مالته كفر جاكيت، والوايرين الداخله هو الاورنج والبلو. واضح؟ وهذا الجراوند الشيلد او الجاكيت مالت الشيلد مرتبط بالجراوند. طبعا لازم كلنا نسوي جراوند ديفايسز. طبعا يقول لك اقصى فولتيه ممكن يسلطها 32 فولت. طبعا ذا فولتج ات اني ديفايس، هذا ستاندرد راح نتفق عليه، انه ذا فولتج ات اني ديفايس يعني فيلد ديفايس اي مرسله او فالف لازم الحد الادنى هو جد الواصل له 9 فولت حتى يشتغل بصوره كوركتلي بصوره صحيحه. واضح؟ هذه هي السيجنال. السيجنال اذا ياخذونه بالاوسيلسكوب، يعني اذا نجيب الوايرين مال التوست بير ونربطهم على الاوسيلسكوب بطريقه معينه راح نشوف انه المرسله تدز هيك اشاره، هي عندها فولتيه 24 فولت او 20 فولت، وتدز نبضات محمله على اشاره الباور سبلاي، هاي عباره عن 0-1 بلصات نبضات. واضح؟ هنا طبعا سيجنال فولتج بيك تو بيك اللي هي مثلا ماينس بلس او بلس ماينس 1 فولت بلس ماينس نص فولت حسب. طبعا هي طريقتين، اكو البايبولر والانبايبولر، احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل هذه خارج نطاق منهجنا وموضوعنا، بس اليونيفرسال او بشكل عام يستخدمون البايبولر، وان كان الانبايبولر بفائده عظيمه اللي هو يسحب اقل تيار، احنا ما نريد ندخل بالديتيلز. ولكن الان كتوضيح هاي الاشاره المرسله بواسطه المرسلات النفطيه او الفيلد ديفايسز. واضح؟ هي عباره عن نبضات. تلاحظ عزيزي الطالب هي هذه الاشارات من ياخذ الكنترول روم يترجمها الى شكل بايتات 0-1 واصير كتعليم او مسج جايت لي من المرسله. طبعا هذا المسج كطول هو 32 يعني المرسله او الداتا ريت مالته 31.4 كيلو بت بير سكند، يعني الدز 31 كيلو بت بير سكند. اشبه بنظام الانترنت. واضح؟ فالدز على شكل 0-1. طبعا من الدز الدز باكج كامل، الدز باكج كامل بير سكند. هذا الباكج هم يقسمونه جماعه الكوميونيكيشن او جماعه النتوركينج يقسمونه ونستفاد منه. واضح؟ بالطريقه التاليه، هذا هو المسج. المسج الى بيرمبل ستارت ستارتد وداتا واند ستارت واند، يعني اكو بروتوكول معين، اكو بروتوكول معين الداتا اللي احنا بنستفاد منها لقياس ارتفاع المستوى، لقياس الفلو البريشر التمبرتشر الى اخره، هنا محمل. هذني مرتبطات بعمليه بروتوكول كوميونيكيشن والباي دايركشنال، مرتبطه ببروتوكولات تخرج عن نطاق المنهج مالتنا. طبعا جماعه الاتصالات وبالاكثر بالحقيقه جماعه الحاسبات او النتوركينج يعرفون معماريه المسج او الداتا البورشن السيجمنت هنا الموجوده، وفصل لك اياها وعمليه الادرسنج مالتها الى اخره.
تلاحظ عزيز الطالب هذا هو شكل حقيقي يكاد يكون حقيقي طبعا للفيلد باس فاونديشن اشبه بالفيجر الاول اللي اخذناه صحيح عندنا باور سبلاي عندنا ترانك كيبل هذا هو الكيبل هذا باور سبلاي عندنا مقاومه ومحاث ربطنا على التوالي هذا شيء سوينا سميناه الباور كونديشنر صحيح او الكونديشنر مو هذا حتى يمنع الاشارات اللي او يتصل اشارات الجهات من المرسلات والفيلد ديفايس يربطهن عن طريق تيرمينال لان قلنا بدايه الكيبل ونهايه الكيبل شنو يحتاج تيرمينال والتيرمينال عرفناه شنو وظيفته يمنع الرفلكشن اللي ممكن يحصل بالكيبل طبعا تلاحظ هنا هذا الجوين او الكونكتر يربط عليه بهالطريقه مقاومه ومتسعه على التوالي بهالطريقه فيسوي بلوك او تيرمينال للكيبل يروح الكيبل مسافه مثلا 100 متر 250 متر الى اخره ونلاحظ في الباور جنكشن بوكس عندي مرسله بالطريق اريد اربطها فاربطها بهالطريقه اخذ منها الاورنج والبلو يعني الازرق الموجب والسالب والجراوند واربطهم ايضا عن طريق سبير كيبل او احنا سميناها الشوكه او النتو او الطرف حتى اغذي المرسله هاي فلو مثلا فلو ترانسميتر او ليفل ترانسميتر حسب بعدين يروح يكمل مساره لترانك كيبل فد 100 متر اخرى 50 متر ما اعرف ايش قد حسب السايت مالتك والموقع ويربط له هنا فالف يحتاج على سبيل المثال فالف فايضا ياخذ الاورنج والبلو وايضا نهايه الكيبل بعد ما عندي شيء خلاص يعني بعد ما عندي مرسلات ما عندي صمامات فاسوي له بلوك عفوا او تيرمينال عن طريق اذا بما انه قلنا قبل قليل ماكو بعد مرسلات اخرى فنسوي له تيرمينال او نربط مقاومه ومتسعه على التوالي هذا الشكل ايضا جدا مهم وللحفظ هذا الشكل طبعا انت مو اللي ترسم الفالف نفسه مجرد انه يسوي بلوك مربع تكتب عليه كنترول فالف او بوزيشنر على سبيل المثال يعني المرسله بس هنا ربط جدا مهم انت تقول هذا صح هذا مو صعب بالحقيقه هذا كلش يفيدك خصوصا من تتخرج وتشتغل بالقطاع النفطي خصوصا جماعه التكنيشن جماعه الكهرباء او جماعه بالاخص جماعه الانسترومنتيشن اللي هو اختصاصكم قسم الالات الدقيقه او اختصاص القياس والسيطره فعزيز الطالب هذا مطلوب منك حفظ واضح وانا ايضا راح ادز صورته بجروب المناقشه الخاص بماده التقنيه السيطره الان نستكمل موضوعنا ووصلنا في الشابتر طبعا الرابع والاخير من ماده تقنيه السيطره وقلنا لكم ومثل ما وعدناكم انه نشرح بالتفصيل عمليه الباور ديستريبيوشن وشلون نوزع المرسلات كم مرسله احتاج هل هي اعتباطيه او سيستماتيك منظمه ويعني مفصله بطريقه علميه منهجيه واضح هو مصطلح الباور ديستريبيوشن اذا الباور ديستريبيوشن هو معرفه ايش قد استهلاكي من الفولتيه والتيار واحسب حساباتي وجد حتى اقدر اجهز فولتيه للفيلد ديفايس طبعا مثل ما تعرفون الفولتيه هي تتغير كل ما طالع عندي طول السلك يصير عندي دروب فولتج مو صحيح فما بالك اذا عندي انا ترانك كيبل او الهوم ران كيبل يمشي مسافه ثم يوزع المرسلات ثم يمشي مسافه يوزع المرسلات الى اخره هاي كلها استهجات راح نحسبها وراح نطبق مبادئ الاسس الكهربائيه وتحليل الدوائر الكهربائيه الايزنتر او الاساسيه في كيفيه حساب عدد المرسلات وتوزيع الباور ديستريبيوشن للفيلد باس نتوركينج اللي انا مثلا يعني على سبيل المثال عندي موقع جديد اريد انشئ فاحتاج مثلا خزانه كل خزان ب 5 مرسلات وبالتالي عندي 10 مرسلات فاذا 10 مرسلات اذا احسب كل وحده ايش قد تحسب تيار وفولتيه وايش قد المسافه بعدها عن الكنترول روم فبالتالي احتاج حسابات منطقيه حقيقيه حتى يشتغل السيستم بصوره او بصوره يعني كوركتلي بصوره صحيحه ناخذ اليوم مثال بسيط او مثال مقدمة مثال على اللي تكلمنا عليه هو الباور ديستريبيوشن المثال يقول لك calculate the maximum power أو calculate the maximum number of devices that can be attached at the chicken foot F يعني احسب عدد أقصى عدد أجهزة ممكن أربطها
عفوا يعني فيلد ديفايس، يعني بعد نقول فيلد ديفايس او ديفايسز في مادتنا، يعني اقصد بها المرسلات الفالفات الاكتويترز الى اخره، السناسر الى اخره. فيقول لك كالكوليت ذا ماكسيمم نمبر اوف ديفايسز ذات كان بي اتاتشد ات ذا تشيكن فود، اف احسب لي اقصى عدد ممكن من الفيلد ديفايس او الاجهزه او المرسلات اللي اقدر اربطها بالطرف التشيكن فود، اف اذا مطلق شروط الباور سبلاي الجاي لي من الكنترول روم هو 20 فولت تو ذا نتورك، الكيبل ممانعته عفوا او مقاومته 22 اوم لكل كيلومتر، مقاومته 22 اوم لكل كيلومتر، معناته طبعا بير ايتش كوندكتر يعني التويست بير وكم واير، وايرين ما صحيح، قلنا الموجب والسالب او الازرق والاورنج او الازرق والبرتقالي، فكل واير الازرق او البرتقالي يحمل مقاومه 22 اوم لكل كيلومتر مسافه او طول، لكل كيلومتر طول، واضح؟ معناته اذا في حالتنا انه المسافه ذا تران كيبل از جت 1 كيلومتر لونج، وبالتالي يعني المسافه من الكنترول روم للاجهزه هو 1 كيلومتر، بالتالي كل كيبل ايش قد مقاومته 22 اوم، بما انه كيبلين يعني توست بير مو صحيح ازرق وبرتقالي موجب وسالب، ف22 زائد 22 يصير 44 اوم. ويعطيك معلومه عن الاجهزه اللي راح تربطها، يقول لك كل جهاز ممكن يسحب كحد اقصى 20 ملي امبير، في بعض الامثله مثل ما راح نشوف بعدين نخليه 22 ملي امبير، نخليه 23 ملي امبير الى اخره، واضح؟ نعطيكم الفيجر مالته احسن ونشرح على الفيجر. هذا هو المثال مالته، ايضا مطلوب منكم هذا المثال ويعتبر جدا مهم. هذا المنظومه مالتي، عندي كنترول روم، عندي باور سبلاي، التيرمينال والكونديشنر واضح، تران كيبل، هذا كنترول روم سايد وهذا الفيلد سايد، بيناتهم مسافه اللي هو تران كيبل او الهوم ران كيبل، هذا تويست بير قلنا عنه. فحسب معطيات السؤال يقول لك احسب لي عدد الاجهزه اللي اقدر اربطها هنا بنهايه الكيبل حتى يحقق لي الشروط التاليه. الشرط الاول هو لك الكنترول الباور سبلاي مغذي للنتورك او للكيبل 20 الصافي، يعني هنا الصافي 20 فولت دي سي طبعا وليس اي سي. بعد طول الكيبل ايش قد؟ يعني بعد المسافه بين الكنترول روم والاجهزه المراد ربطها ونصبها هي او نسوي الانستليشن 1 كيلومتر. اذا معناته ال 20 فولت راح تسوي عمليه ترافلنج الى او ترحل او تندز الى 20 1 كيلومتر طول. منطق مواصفات الكيبل لانه انتم تعرفون الفولتيه بالتوالج بيها تتغير صح؟ وبالتالي كل ما زاد طول السلك شنو؟ تقل الفولتيه صح؟ طيب لان الخصائص التوالي. فمنطق 1 كيلومتر طول، وبالتالي بما انه التويست بير هو وايرين يعني موجب سالب، فكل كيبل 22 اوم بير 1 كيلومتر، وبالتالي كيبلين يصير 44 اوم من هنا لهنا. اذا المقاومه المحسوبه اللي لازم ما نهملها هي 44 اوم. نجي هنا كم مرسله؟ يقول لك هنا ما اعرف، انت احسب لي حسب هاي المواصفات كم مرسله راح تربط. اذا علمت انه المرسله كل وحده من ذي المرسلات راح تربطهم الريتد مالتها او اقصى حد ممكن تسحبه من التيار هو 20 امبير، واضح؟ هذا شلون نقدر نترجمه بلغه الكهرباء؟ هو عباره عن التالي: مصدر فولتي ونفس الباور سبلاي، وهذا هو الكيبل الاول الموجب، وهذا الكيبل جراوند او السالب مو صحيح توست بير، يوصلون الى تشيكن فود هنا نهايه الكيبل، هذا نهايه الكيبل، وتربط لك مرسلات هسه 3 4 5 10 ما اعرف، لازم احنا نعرفهم بالسؤال ايش قد، واضح؟ فاذا المطلوب عندنا لازم نحسب التيار الكلي لمن جاي؟ الجاي للمرسلات. اذا فلسفه السؤال او مفتاح لحل السؤال هو لازم تعرف التيار الكلي المكافئ اللي راح يجي عن طريق الكيبل، وبالتالي يتجزا ويغذي المرسلات، لانه انتم المرسلات مربوطه توازي اشبه بربط التوازي اللي اخذتوه بتحليل الدوائر الكهربائيه، لانه تعرفون من خصائص التوازي التيار ايش بيه يتجزا، وبالتالي اذا المرسلات هسه على فرض حسب منطوق السؤال
انه كل مرسله تسحب 20 امبير او عفوا 20 ملي امبير، فما اعرف عددهن ايش قد يعني، فلازم احسب التيار الكلي اللي راح يجهزهن كلهن. شلون نحسب التيار الكلي؟ شلون نحسب التيار الكلي؟ لازم نحسب الفولتيه على الاسلاك على الواير، مو صحيح؟ ومقاومه، لسه مقاومه عرفناها انه 44، واضح؟ اذا نجي نحل السؤال بالطريقه التاليه. يقول لك sense the minimum voltage needed by device with 9 فولت، صح؟ اذا احنا راح نفرض او كما هو ستاندرد، طبعا يجوز منطوق السؤال اعطيك غير اسوي 12 فولت، واضح؟ هنا في هذا منطوق السؤال او الستاندرد الحد الادنى حتى الاجهزه تشتغل بصوره صحيحه 9 فولت. اذا ما اعطيته بالسؤال فانت تفرضها 9، واذا اعطيته تتقيد بالرقم اللي انا منطق اياه بالسؤال. فتسعة فولت، فدير ار 20 ناقص 9 فعلا حسب الفولتيه هناك قد 20 فولت، والفولتيه اللي هناك فرضتها للمرسلات كل واحده من التوازي 9 فولت، ف20 ناقص 9 يعني 20 ناقص 9 فولت الواصله للمرسلات ايش قد يبقى؟ 11 فولت. وين رايحه؟ خسائر بالكيبل، واضح؟ عيد، الفولتيه المرسله للكنترول روم 20 فولت الصافيه طبعا دي سي، والفولتيه الواصله او اللي انت تفرضها 9 فولت لكل مرسله لانه ربط التوازي، واضح؟ ربط التوازي الفولتيه نفسها لكل 9 فولت، ف20 ناقص 9 واصله ايش قد خسائر رايح الكيبل؟ نفرضها 11 فولت، واضح؟ هذا هو قصدي. يقول لك ار افايلبل تو بي يوزد تو ذا كيبل ريزستنس، يعني 11 فولت راح تكون خسائر لمقاومه الكيبل، واضح؟ وبما انه حسب قانون اوم الفولتيه على المقاومه يعطيني هو التيار المتاح، وبالتالي اقسم 11 فولت على 44 اوم اللي هي مقاومه الكيبل، يعني 11 فولت هنا متوفره للكيبل على مقاومه الكيبل، يطلع التيار المار بالكيبل، صح؟ مو صحيح؟ يطلع التيار يطلع 250 ملي امبير، يعني تقريبا ربع امبير، مو صحيح؟ مو تقريبا، صحيح ربع امبير. اذا ربع امبير هو التيار المار بالكيبل، واضح؟ اذا ربع امبير التيار المار بالكيبل، اذا سويناه بلغه الكهرباء مخطط، يعني حولنا هذا المخطط الكونفجريشن الى توالي وتوازي بهالطريقه، فالتيار الكلي المار بالكيبل ايش قد؟ 250 ملي امبير. زين اذا قلت لك هو كل مرسله تسحب ايش قد؟ كحد اقصى 20، شو تسوي؟ شلون احسب عدد المرسلات؟ احسب عدد المرسلات هو حاصل قسمه التيار الكلي المجهز لهم على تيار كل وحده السحبه، واضح؟ فاقسم ال 250 على 20 ملي امبير يطلع عدد المرسلات اللي اقصى عدد المرسلات ممكن اربطهم. اذا قلت سنس ايتش ديفايس درو 20 ملي امبير، ذا ماكسيمم نمبر اوف ديفايس ار ذا تشيكن فود فور ذيس اكزامبل أو of this example هو الكرنت الكلي على الديفايس درو على تيار كل مرسلة يطلع number of devices، وبالتالي يطلع 250 تقسيم 20 يطلع 12 ديفايس. إذا الآن أقدر أربط إيش قد؟ 12 ديفايس، يعني أنا حسب هالشروط أو المعطيات الموجودة بالسؤال أو المعطيات بالسؤال أنا أقدر أربط 20 او عفوا 12 مرسله، واضح؟ طبعا هذا مثال، ممكن نعطي بعد امثله اخرى اكثر تفصيلا واكثر تعقيدا في عمليه حساب الفولتيه والتيار لكل مرسله ولكل ترام كيبل، ابتداء من الكنترول روم ووصولا للفيلد ديفايس والعكس صحيح.